ومساء الفل ايفري بودي، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم شباب في فيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن حاجه مختلفه جدا جدا. النهارده هنتكلم عن اكتر 5 قنوات انت محتاج تتابعهم لو انت شخص عايز يتعلم فعلا انجليش من على اليوتيوب، وفي كل قناه هقول لك ايه اللي بيميزها وليه تتابعها. وخلي بالك ان ده من وجهه نظري انا، يعني ممكن من وجهه نظرك انت الموضوع يختلف، ولكن ده انا برشح لك افضل الطرق اللي لقيتها. سمع التوك توك ده؟ خلي بالك ان ده من وجهة نظري انا، يعني ممكن من وجهة نظرك انت بقى الموضوع يختلف، ولكن انا برشح لك افضل القنوات اللي فعلا لقيتها وتابعتها موجودة على اليوتيوب. اول قناة، قناة The American English، دي خاصة بالاستاذ ابراهيم عادل. طبعا قناة The American English بتاعت ابراهيم عادل هي بتتميز بالتالي: المعلوماتية، يعني مش بيبخل عليك بأي معلومة مهما كانت، سواء تخص محادثة تخص يعني مهما كان الشق اللي بيتكلم فيه في اللغة الإنجليزية. بينزل كورسات كاملة أو بيشرح كورسات كاملة في فيديوز من الألف إلى الياء. من ضمن الحاجات الحلوة في قناته الترتيب اللي موجود في القناة، يعني أنت مش هتسيح جوه، هتخش على القناة بتاعته في البلاي ليست هتلاقي الفيديوز مترتبة بشكل تحفة جدا جدا، فمش هتحس إن أنت تايه، خفيف على القلب كده وراجل محترم وتستريح له، فاهم؟ عامل تطبيق باسم قناته تقدر تنزله على الموبايل بتاعك وتتعلم من عليه. من الاخر كده تقدر تعتمد عليه اعتماد كلي، سواء كنت حابب بس تتعلم انجليش عشان تبقى متكلم فقط، او كنت حابب ان انت تتعلم انجليش عشان خاطر ان انت تشتغل مدرس. القناه الثانيه دروس اونلاين، دي بتاعه احمد ابو زيد، واحمد بيتميز بالتالي: هو بيحضر حلو قوي، واحسن واحد على اليوتيوب شفته بيشرح جرامر احسن من اصحاب اللغه نفسهم او النيتيفز، متخصص جدا في حته الجرامر دي، وتقدر تعتبر الفيديوز بتاعته حاجه زي مرجع ليك لو حابب ان انت ترجع تفكر نفسك او ترجع تشوف القاعده دي كانت مشروحه ازاي. يعني هو هيعتبر بالنسبه لك مرجع للجرامر او سورس تقدر تعتمد عليه. لما بيتكلم عن جرامر معين او قاعده جرامر معين مش بيسيب حاجه، يعني مش بيسيب استثناء مثلا، لا بيتكلم عن القاعده كلها والاستثناءات والتفاصيل بتاعتها كلها، ما بيسيبش اي حاجه مهما كانت في القاعده، يعني بيعلمك شاكي براكب من الاخر. لو في ثانويه عامه بالذات هتستفاد منه جدا جدا جدا، لانه مش بس بيشرح لك الجرامر بتاع الحاجات المرتبطه في الثانويه العامه، ولكن كمان بيقول لك ازاي تذاكر انجلش، ازاي تذاكر اصلا للثانويه العامه، وبيفهمك بالراحه كده، فاهم؟ تحس ان انت قاعد مع واحد اخوك. ثالث قناه اللي هي قناه ايهاب رشوان. بص، هو ايهاب رشوان احسن واحد هيعلمك بريتش انجلش او انجلش بريطاني على الكوكب تقريبا. بينزل كورسات كاملة وحطتها في بلاي ليستس، يعني برضو مش هتوه، هتبتدي ان انت تتعلمهم بالترتيب الكويس، منظمين يعني بشكل حلو قوي، بيستخدم مرئيات حلو قوي. يعني مثلا لو عايز يعلمك اساس البيت، كل قطعة اساس بيبقى اسمها ايه، بيصور الفيديو جوه البيت بتاعه، معرفش هو بيت ولا بيت حد تاني بصراحة، بس هو بيصور الفيديو جوه البيت نفسه وبيقول لك دي اسمها كذا ودي اسمها كذا، فتحس ان انت بتتعلم الحاجة وانت شايفها قدام عينك، وما يقعدش يقول لك دي اسمها كذا بالعربي واسمها كذا بالانجلش، يعني ما يقولكش كنبة يعني كذا بالانجلش، لا انت هتشوف الشكل ويقول لك على اسمها بالانجلش على طول بنوت بريتش. حلو قوي. بيعمل بقى حاجه اسمها رول بلاي في الفيديوز بتاعته، يعني بيعمل نفسه حرامي مثلا وداخل يسرق البيت، فاهم ازاي؟ يعني بيعمل حاجات مجنونه جدا، بس حاجات بتعلم بشكل حلو قوي، فتبقى قاعد تتعلم وانت فعلا مستمتع. الراجل ده بقى في حاجه غريبه جدا، هو صعيدي اصيل مصري، فلما بيتكلم بالعربي صعيدي جدا، لما بيتكلم بالانجلش بريطاني صعيدي، فاهمني؟ يعني من جوه بريطانيا قوي. الموضوع بجد غريب، بس فعلا من احلى القنوات اللي هتستمتع وانت بتتعلم منها. رابع قناه، قناه ايهاب رمزي. بص، هو الراجل ده دمه خفيف جدا جدا جدا، وعلى المستوى الشخصي بس مش عارف، مش في التدريس بس، يعني حتى ايهاب دمه خفيف، مش بس في التدريس، حتى في علاقتي. يعني مثلا تخيل انت بتبقى تكلمه عادي ومبعت لك الصوره دي، فاهمني؟ يعني ده العادي بتاع ايهاب. فهتلاقي نفسك كنت بتتعلم وانت بتموت من الضحك حرفيا. من اعظم الحاجات اللي بيعملها برضو الرول بلاي في المكالمات، يعني يعمل نفسه ان في حد بيكلمه ان هو دكتور مثلا او متخصص في مجال معين، وفي حد عنده مشكله وبيكلمه، فبيحل له بقى المشكله بتاعته وبيحط لك فيها مصطلحات كويسه بنطق سليم جدا جدا. ايهاب ما شاء الله خبره يعني اكتر من 20 سنه، فراجل ما شاء الله مأفور، يعني من اوائل الناس اللي انا اتفرجت عليه على اليوتيوب او على الفيسبوك. هيفيدك جدا برضو في حته البيزنس والمصطلحات العامه، يعني انا قصدي البيزنس انجلش. اخر قناه فيهم اللي هي
قناة انجفيد. هو انجفيد مش شخص، هو حاجة زي شركة كده او مجموعة اشخاص مع بعض، كلهم اجانب مفيش فيهم عرب خالص، بيعلموك كلمات كل المواضيع تقريبا اللي ممكن تيجي في دماغك وكل الجرامر وكل مشتقات الانجليش. الحلو ان انت بتقدر تختار المدرس اللي انت عايزه، يعني ليهم ويب سايت حاطين عليه الفيديوز كلها وبتختار المدرس اللي انت عايزه، بتتفرج على كل المدرسين بقى، في واحد ان انت بيخش قلبك كده على طول بتختاره وتتعلم منه كل الفيديوز بتاعته. مشكلتهم ان هم مش بيعملوا حاجة جديدة، يعني بتحس يعني ما حطوش حاجة جديدة بعيدا عن انت ممكن تروح تاخدها في الكلاس. الفكرة بس ان هو اوبشن حلو قوي للناس اللي عدت مرحلة المبتدئين وحابين ان هم يتعلموا من البيت ومن اجانب بس. بس ترتيب الفيديوز النهارده ما كانش ليه اي معنى، يعني مش معنى ان حد ذكر في الاول وحد ذكر في الاخر ان الحد اللي ذكر في الاول افضل من الاخر والكلام ده كله، لا لا خالص. فدول افضل 5 قنوات انا شايفهم مناسبين جدا للناس اللي حابه تتعلم انجليش على اليوتيوب. لو انت عندك قنوات تانية تقدر تفيد الناس بيها يا ريت نسيبها في الكومنت، وخلي الفيديو ده بالنسبه للناس يبقى مرجع لكل القنوات اللي يقدروا يتعلموا منها انجليش. ولكن جنب القناه كان جنب لينك القناه اللي انت هتحطه يا ريت تحط التخصص بتاع القناه لو ليها تخصص معين في اللغه الانجليزيه. وده كان فيديو النهاردة. Thank you very much for watching، واشوفكم ان شاء الله الجمعة الجاية، او انتوا تشوفوني الجمعة الجاية، واخد بالك؟ مهم ان احنا نتقابل بإذن الله يوم الجمعة.